اسمعوا وما تندهشوا. علي قتل بيو بنفسه، قتله وهو مش عارف ليش تحديدا، مين القاتل ومين المقتول، بس من المؤكد انه علي فات على السجن لان قتل بيو، ومع هيك هو عتبان وزعلان على يلي زاروه وما عزوه. بالسجن هم بضحك وهم ببكي. اسمي علي، صار لي بمبنى الاحترازي 6 سنين، عمري 29 سنة. أنا هون لأنه قتلت بيي. قتلته لأنه أنا وصغير بعاني اضطرابات نفسية وما عالجوني مزبوط. بابا بيشتغل دكتور طبيب صحة، كان هو بده يعالجني على طريقته الخاصة بدون ما أخذ دواء كيميكالز وهيك. شو مريض انت؟ كيف اضطرابات؟ شو يعني اضطرابات نفسيه؟ بصير معي افكار هزيانيه واضطهاديه وعدم ترابط بالافكار. بعد ما خلصت مدرستي صرت بجو حياه، صوره جديده بحياتي، صرت تعرفت على سيجاره الحشيش، صرت اشرب حشيش وهيك، وللاسف ضرتني كثير، لأدت لهالشيء انه اسمع اصوات ويتهيأ لي اشياء واسمع الناس تحكي معي عن بعيد وقريب. ضليت حاسس حالي مهمول وهيك. من مين مهمول؟ من كل العالم اللي حوالي، من رفقاتي لاصدقائي لجيراني لعائلتي. فحسيت حالي مظلوم ومكتئب. اقدمت على فعلتي، وهي ضرب البابا بالسكينه بقلب البيت وإضرام النار بالبيت. ما لقيت في حل وحيد الا لا اضربه بالسكينه، لانه بلكي بيحصل شيء من لكل سبب مسبب، يعني بيتغير شيء بحياتي، بعرف شو عم بيصير معي بالحقيقه، ممكن عايش بتشوش وضياع. مات للاسف. انا يعني كثير ندمان ومتاسف، بس كان بلحظه، يعني لحظه شيطان ولا وعي ولا اراده لافتعلت هيدا الشيء. انا بدعوتي لانه قتلت بيي ما بعتبر حالي مجرم، بعتبر حالي ضحيه لانه شو ذنبه بيي؟ لا، لانه هو طبيب، هو اللي لازم يكون عم بيعالج الناس، وبنفس الوقت كنت متضايق كثير وما حسيته عم بيقدم لي شغلات مثل ما انا بستاهل. انا بستاهل اكثر من هيك، ما انه بس يطعميني ويشربني بالبيت ويسجلني لاتعلم وادرس. ما كان واقف حد مظبوط، كان مقصر معي بطريقه التربيه معي، ما مش مظبوطه كثير. الماما مريضه، طلقت بابا فتره ورجعت له مع الكانسر. ما بديهم يتركوني بالحبس، يكفلوني واطلع اتعالج بالمستشفى. صار لي فتره طويله عم باخذ دواء اعصاب وحاس حالي عم بتحسن منيح وكل شيء، بس بالنهايه يعني بدي ارجع لدراستي. يعني هم كتب ما بيفوت، كتب ما بيفوت، اكل من برا، اكل وشرب من برا، اكل طيب.
بضل في مشاكل بالحبس. في الوالدة تجي بتزورني هي واختي ليندا، تجي ولاد عمي لعندي، بس ما حدا قال لي عوض بسلامتك، وما حدا يعني بس زاروني وقالوا لي كيفك منيح كيف الحبس وهيك، اطمنوا علي وفلوا جرحوني شوي يعني، انه ما قالوا لي عوض بسلامتك. انت قلت لي بتحب تقرا بتحب تعمل نشاطات يمكن معينه، هذا مش متوفر هون بالسجن، صح؟ كثير عندي حب للاطلاع. اوكي. هوايتي ناقصنا كتب، كتب بس سياسة وكتب دين وكتب أدب وكل أنواع الكتب. نشاطات منحب نادي حديد نتمرن حديد، منحب نتعلم الرسم، هول مش متوفرين طبعاً. بنظري هو اهم شيء للسجين. اذا كان الشخص عم يتشخص كمضطرب عقلي او ذهني يعني ضمن كادر الذهان السايكوزس، بهالحاله لا يحكم مثل غيره، يعني بينحط بمطرح سبيسياليزي لهالاشخاص لانه بده علاج خاص وبيعمل اجيتيشن ومنه واعي. هلا سبب الجريمه هون ما فينا نعرف، لانه في يكون هو تهيأت له الجريمه، وفيها تكون نتيجه عنف اسري او نتيجه لانه ليش البي مش غير حدا، ما فينا نعرف الا ما نشوف عن جد التفاصيل الدقيقه. بس يلي فينا نقوله انه نحن قدام حدا مشخص حسب الاخصائيين كمضطرب عقلي، يعني هو عم بهلوس ما عنده القدره انه يحكم يعمل كنترول، يعني قدرته العقليه والذهنيه هي مضطربه، الحوار معهم ما في يكون كثير افيكاس لانه في يكون اللي عم بيحكوه كله هن خلقوه. شو اللي وصل علي لهون وشو اللي خلاه يعمل هيك؟ ممكن يكون عدم قدره المجتمع على تقبل الاخر المختلف وفهم امتيازاته وقدراته ليطلع منه افضل ما عنده، وممكن يكون فهم الأهل للتربية إن تلبية للحاجات الأساسية المادية للولد وعدم مراعاة مشاعره وأفكاره وهواجسه. علي طلع أسوأ ما عنده، ما سأل ليش أنا قتلت بيي ولا سأل ليش أنا هون بين أربع حيطان، بده مكان لحياة أفضل، حياة معرفة لا خارج السجن ولا بداخله. يمكن حديث علي البسيط اللي عبر عنه بلغة ملفتة بخلينا نسأل أسئلة كتيرة. حالة علي للبحث مثل ما كل الحالات اللي عنا بالسجون بتخلينا نسأل لوين بعدنا رايحين.